نعم، إذا مشاهدينا مستمرين في هذه التغطية، كما تابعنا هذه الجلسة وجلسات كثيرة ثرية لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الإعلام على مستوى المنطقة والعالم. أعود إليك مرة أخرى دكتور عيسى، يعني مثل ما نشوف هناك تطورات كثيرة ونقاشات كثيرة من صناع القرار والخبراء، لكن إذا ما تحدثنا عن موضوع مهم جدا على المستوى المحلي لأي دولة، موضوع تنظيم قطاع الإعلام، ترخيص قطاع الإعلام، تنظيم العمليات الإعلامية من مؤثرين، منتجين، منصات رقمية وغيرها. قبل قليل في نفس الاستوديو هذا كان ضيفنا الأستاذ محمد الملا، تحدث عن أن الإعلام الرقمي هو عالم من الفوضى إن لم يتم ضبطه بطريقة صحيحة. كيف تتحدث عن هذا الجانب المهم، موضوع الترخيص؟ صح، هو طبعا الخطوة الممتازة اللي قام فيها معالي وسادة وكلاء ووزراء الإعلام لتوحيد الخطاب، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. تجي الخطوة اللي بعدها، اليوم أي إعلام المفترض أن يرخص أن يكون من قبل الدولة والجهة المعنية، هوية الإعلام، هدف الإعلام، الفحوى الإعلام، المنتدى الإعلام، ما هي مضامين الإعلام، هل هي يعني فيها فائدة للمجتمع، إن كانت تنمية نبارك لها، وإن كانت سلبية فبالتالي لا يجوز الترخيص لها. فاليوم في قنوات يجب على وزارة الإعلام وكلاء الإعلام توحيد الخطاب، وكذلك اليوم حتى المنصات هذه أن تجاز من قبل الدولة لما فيها خير من إيجابي للدولة. أما أي أمور ثانية، اليوم رأينا السوشيال ميديا والتواصل وإشاعة الأخبار الكاذبة والأمور السلبية التي تهدم في المجتمع، ليس لها دخيل إلا الإضرار في البلاد والعباد سواء داخلية أو خارجية. فاليوم عبر وزارة الإعلام يوحد الخطاب، وبالتالي اليوم المنصات أن تكون يعني متاحة ومجازة من قبل الدولة، وأي ترخيص غير مدروس وغير سوي فبالتالي يجب أن يعاقب بتغليظ العقوبات لنشر يعني الأخبار الكاذبة أو غير صحيحة، فبالتالي تهدم البلد. وبالتالي اليوم أعتقد يعني حتى وزراء الإعلام على دراية بإجازة أي أمور أو صحف إلكترونية أو صحف عن منصات الإكس أو الصحف التي تتكلم عن الشأن العام أن تكون ذات مصداقية ومجازة، وأي صحف غير مجازة فبالتالي يجب أن تعاقب سواء بالغرامة المادية أو الحبس إن صح التعبير. صحيح دكتور عيسى، يعني أنت كاتب وصحفي وأعلامي كويتي، اليوم المشهد الإعلامي الكويتي لن نقول يتغير لنقول يتجدد، وهناك جلسة اليوم أيضا في قمة الأعلام تتحدث عن أو بعنوان الكويت نحو عقد جديد من الأعلام، كيف يعني تصبو أنت ككاتب أعلامي وصحفي وتعنى بالشؤون الخليجية، إلى ما تصبو للمشهد الأعلامي الكويتي أولا ثم الخليجي؟ نعم، المشهد الإعلامي يعني أنا ذكرتها في صحيفتي أو الصحيفة الكويتية في الكويت بمانشيت عريض، الخطاب السامي وضع النقاط على الحروف. خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أطال الله في عمره وحفظ الله ورعاه وسدد خطاه على الخير دائما مع الشقاء دول مجلس التعاون الخليجية، كان خطابه سامي ووضع النقاط على الحروف، وفعلا قام بحل البرلمان لفترة 4 سنوات حتى تصحيح المسار. اليوم للأسف الكويت كانت متميزة في الديمقراطية، واليوم أضرت حتى في المنطقة الخليجية عبر الديمقراطية إن صح التعبير. اليوم رأينا يعني الأعضاء، رأينا كثير من الناس من يحاول أن يقدم صراعاته على سبيل التحقيق التنمية الحقيقية في دولة الكويت، مما أدى إلى تأخر دولة الكويت بعض من الوقت مع شقائها لدول مجلس التعاون الخليجي. اليوم حتى التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت نحو الأفضل، اليوم حتى مشروع الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية وشقائها في الإمارات السكك الحديد. فبالتالي اليوم سمو الأمير حفظ الله وضع النقاط على الحروف وحقق الهدف السامي له، وبالتالي يحاسب من يقصر حتى من الوزراء، وبالتالي أعطاء مهلة معينة لوزراء لإصلاح لعوجاج في البلد، لإصلاح من هو المتسبب في تأخير التنمية. فبالتالي قلنا وذكرتها سواء في الصحف أو عبر قناتكم، سمعا وطاعا لسمو الأمير، ونحن إحنا يعني أبنائك ونسمعك ونطيعك،
وأمرك شورى، وبالتالي يجب على كل مواطن كويتي أن يسمع سمو الأمير، وبالتالي يقول سمعا وطاعا لخدمة لصالح البلاد والعباد. اليوم الأمير ما عطل المجلس يعني بلا مقابل، ولكن عطله لما فيه صالح البلاد والعباد وخير للبلاد، وبالتالي يواكب التنمية الحقيقية مع شقاء المجلس مع التعاون الخليجي، وبورك الجهد سمو الأمير. وبالتالي حتى يعني رأينا شقاء من دول مجلس التعاون الخليجي يباركون لسمو الأمير هذه الخطوة الصحيحة، ولو أن أتت متأخرة ولكن صحيحة لإصلاح الإعوجاج وتأخير التنمية الحقيقية في دولة الكويت. بإذن الله نتمنى كل الخير والتوفيق لدولتنا الشقيقة دولة الكويت. دكتور، الكويت مقبلة على قناة إخبارية تخصصية جديدة، برأيك مثل هذه القنوات كيف ستثري المشهد الخليجي والعربي في مجال الإعلام؟ القناة الإخبارية أنا سمعت من قبل وزارة الإعلام سوف تبث في الصيف المقبل، أعتقد في يوليو أو أوغست يعني، وبالتالي راح تواكب تكون قناة إخبارية متخصصة للحدث، للمضامين، أي أمور يعني تهم الشأن المحلي أو الخليجي راح تواكب الحدث حسب ما رأيته يعني، ولكن إلى الآن يعني لم تنفذ، ولكن سمعت وقريت الفكرة، فكرة حلوة، فكرة اتجاه خطوة صحيحة وبالاتجاه، وبالتالي راح تستقطب بعض المحللين لتحليل سواء الأخبار المحلية أو الخليجية التي تقوم بالعمل وخدمة وتنمية حقيقية لدولة الكويت وأشقها الدول الخليجية. وفعلا يعني قناة إن شاء الله بارقة أمل بارقة خير لتواكب الحدث، وتكون مواكبة الحدث أولا بأول وتطورا بعدا عن بعد، وإن شاء الله بالعكس بركة جهودهم على هذه الخطوة، ولكن إن شاء الله أنا سمعت فيها أنها راح تكون قريبة بإذن الله في دولة الكويت بإذن الله إن شاء الله. إذن دكتور عيسى العميري أثريتنا بحوارك، ونتمنى لكم كل التوفيق.